بغيتو تعرفوا شنو جا زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معنا. غادي نبداو بك يا برج الحمل اللي عندك واحد الحمل ثقيل من المشاكل، ولا بغيتي تخفف هاد الاثقال خاصك تتبع واحد الاستراتيجيه في التعامل مع التحديات المهنيه، وما خصكش تضيع الوقت بزاف في التفكير، وكل نهار كيدوز عليك كتفقد منه اشياء جميله. اما عاطفيه ديال الحمل خصك تقرب من الشريك كل ما كيتقرب منك. اما برج الثور كيتبين حاليا ان جميع الاشكال ديال التعاون فعاله وكتوافق مع جميع الاهداف اللي كتدور عليك، فخصك تغتنم الفرصه وتكون مفعم بالصحه والحيويه وخالو من جميع المشاكل. اما عاطفيا فخصك تغلب على بعض المشاكل مع الشريك ديالك، حاول تنسجم معاه وتسمع الراي ديالو. وغنمشيو ليك يا برج الجوزاء، كيتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وغادي تحفزك على حلها أصعب من المعتاد. ما خصكش تيأسي وخصك تبدلي مجهود كبير في دراستك. أما صحيا فالصحة ديالك مزيانة، غير خصك ديري شوية ديال الرياضة. أما عاطفيا فالشريك ديالك كيسمع المشاكل ديالك وكيحلها معك، واجب عليك حتى انت تسمعي ليه وتحلي معاه مشاكله. غادي نمشيو لك يا برج السرطان اللي غادي تواجه العديد من الاشياء ما غاديش تمشي كيف ما بغيتي، وغتكون عندك واحد العراقيل فين ما مشيتي. حاول تثبت راسك في الظروف الصعيبه وتعامل معاها كونها تحديات. صحيا فانت كتمتاز بواحد الجسد قوي، حاول تحافظ على الرشاقة ديالك. اما عاطفيا فانت ما كتبادل الشريك ديالك نفس المشاعر، اعطيه فرصة وخليه يعبر لك على الحب ديالو. وغنتقلوا لك يا برج الاسد اللي كتزايد المشاكل اللي كتصادفها في مسارك، ولذلك واجب عليك ترد البال. نفسيا حالتك صعيبة هاد الايام، حاول تسافر لشي بلاصة فيها الطبيعة باش ترتاح. اما عاطفيا فالشريك ديالك كيقدرك وكيهتم بيك بزاف، حاول تبادلو نفس الشعور. غادي ننتقلوا لك يا برج العذراء اللي اصرارك اليوم واضح بزاف، وخصك تقربي من اصدقائك في العمل. وصحتك راهي قليله هاد الايام، حافظي عليها وعرفي اشنو كتاكلي. اما عاطفيا فالحظ لاعب معك هاد الايام. غادي ننتقلوا لك يا برج الميزان اللي وليتي مستسلم هاد الايام، كنعتبروا مثل هاد الاوقات اختبار القوه ديال ارادتك، غادي تتضح لك قريبا اهميه الماضي قدما في خططك. اما صحيا فعندك واحد الطاقه خصك تحافظ على الاستمراريه ديالها. عاطفيا انت والشريك متفاهمين بزاف، ردوا البال راسكم وتهلاو في بعضياتكم. غادي ننتقلوا لعند برج العقرب اللي كيعمل الان في غايه سهوله بالنسبه لاي شخص كيتقرب منه، وكيتأكد دائما من الحاجة عاد كيديرها. العلاقات الأسرية متناغمة في الوقت الحالي وكيرجع الفضل في هاد الشي ليك يا العقرب. أما عاطفيا في الخلافات اللي بينك وبين الشريك ديالك غادي تحل بسهولة، لذلك خاصك دائما تكون سعيد قدامه. أما صحيا فخصك تاخذ الاحتياطات اللازمة باش تحافظ على راسك. غادي ننتقلوا لك يا برج القوس، غادي تتعرض في العمل ديالك الاختبار، لكن لا داعي للتوتر، كن قادر على اظهار المعرفه السليمه. غادي يختبروك ايضا في حياتك الخاصه، وفي هذه الحاله واجب عليك تدافع على وجهه نظرك، ما تفقدش تركيزك على الهدف الحقيقي. صحيا غادي تواجه واحد المشكله صحيه، لذلك خصك تاخذ لك شويه الراحه. اما عاطفيا ما تبقاش دير الحرب مع الشريك ديالك، لان هذا الشيء ما غاديش يكون عندك بالنفع. غادي ننتقلوا لك يا برج الجدي، في الوقت الحالي كيبدو ان حجم المشكلات عندك كتزايد، خصك تغطي المشكلات ديالك فقط ملي تواجه مشكله واحده من وراء الاخرى. اما صحيا فعندك شويه ديال التعقيدات في المعده ديالك، حاول تاكل شي وجبات خفيفه كل نهار. اما عاطفيا خصك تقبل العرض اللي متقدم لك وما ترفضوش لانه كيناسبك. وغادي ننتقلوا لك دابا يا برج الدلو اللي متفق مع ذاتك وواثق من نفسك، ودائما كتظهر عندك الحيويه والحماس في العمل ديالك، اصدقاء كلهم تقربين منك وكيبغيوك. صحيا الصحه ديالك دابا راها مزيانه وخاصك مره ترد ليها البال. اما عاطفيا فالشريك ما عندكش، خصك تقرب من شي شريك باش تعيش حياتك. وغادي نختموا معاك يا برج الحوت اللي مفعم بالحيويه والانشطه الرياضيه، هاد الطريقه ممتازه لارضاء هاد الرغبه في الحياه، خصك دائما تكون لائق بدنيا. صحيا فصحتك مزيانه تبارك الله عليك. اما عاطفيا خصك تجذب ثقتك في ذات الشريك الاخر، لذلك تقرب منه
باش تنجح علاقتكم. انتهت أبراجنا لهذا اليوم، نضرب لكم موعد غدا إن شاء الله. بسلام عليكم.